أدت الإبادة الجماعية الآشورية إلى الهجرة الجماعية للناجين الآشوريين نحو الولايات الجنوبية للإمبراطورية العثمانية التي وقعت تحت سيطرة الحلفاء تحديداً بريطانيا وفرنسا. فأغلب آشوريي طول عابدين وماردين نزحوا نحو سوريا ولبنان التي احتلتها فرنسا. أما الآشوريين الناجين من مناطق هكاري وأورميا البالغ عددهم أكثر من 50,000 قادتهم القوات البريطانية نحو ولاية بغداد، واستقروا في بادئ الأمر في مخيم البعقوبة عام 1918. وكانت حينها القوات العثمانية ما زالت مسيطرة على ولاية الموصل حيث كانت منطقة هكاري تابعة لها. فشكل الآشوريين قوات عسكرية لتحرير وطنهم بمساعدة القوات البريطانية، ونجحوا في طرد الأتراك من الموصل وأربيل. لكن حلول فصل الشتاء وتخاذل البريطانيين أوقف تقدم القوات الآشورية لتحرير جبال هكاري موطن أغلب هؤلاء. فقد أراد البريطانيون استغلال آشوريي هكاري لحماية حقول النفط في الموصل بدلا من السماح لهم بالعودة إلى بلادهم. ففي 30 تشرين الثاني 1918 وقعت الإمبراطورية العثمانية اتفاقية استسلام مع بريطانيا معلنة هزيمتها في الحرب، وطالب جميع الآشوريين من مناطق الموصل وهكاري وأورميا وطور عابدين بتعويضهم عن خسائرهم الفادحة في هذه الحرب عن طريق تأسيس وطن قومي لهم في هذه المناطق التي هم السكان الأصليين فيها. لكن أهملت بريطانيا وعصبة الأمم كل مطالبهم. ففي عام 1921 قامت بريطانيا بضم ولاية الموصل إلى ولايات بغداد والبصرة، وأسسوا المملكة العراقية بعد جلب فيصل ملك سوريا الذي طرده الفرنسيين منها وعينوه ملكا على العراق. وهكذا انقسم وطن الآشوريين التاريخي بين دول تركيا والعراق وسوريا وإيران. واستمر الآشوريين بالمطالبة بحقوقهم. فقد طالب البطريرك الشاب مار إيشاي شمعون بأن يستقر الآشوريين النازحون في منطقة تهوك شمال الموصل متمتعين باستقلال ذاتي في ظل المملكة العراقية. لكن رفضت الدولة العراقية هذه المطالب على الرغم من أن ولاية الموصل ضمت إلى العراق بفضل جهود الآشوريين الذين طردوا الأتراك منها. وقامت السلطات العراقية بشن حملات لتشويه سمعة الآشوريين. فبين 1 وحتى 14 تموز 1933 أصدرت أكثر من 80 صحيفة بمقالات افتتاحية معادية للآشوريين، وكانت البرامج الإذاعية الرسمية تتهجم على الآشوريين وكانت تدعو إلى تجريدهم من سلاحهم وعدم توطينهم في منطقة واحدة. وأعطت الحكومة العراقية الأوامر لمتصرفية الموصل بالاستعداد للهجوم على الآشوريين والاتصال بالقبائل الكردية والعربية المسلحة لمؤازرة الجيش في هجومهم المرتقب، والذي كان تحت قيادة الضابط الكردي بكر صدقي العسكري السابق في الجيش العثماني الذي تخرج من الكلية الحربية في إسطنبول وكان معاديا للغاية للآشوريين بسبب قتالهم للعثمانيين والأكراد خلال وبعد الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من معرفة البريطانيين في العراق بنوايا الحكومة العراقية للهجوم على الآشوريين، لكن لم تفعل أي شيء إزاء ذلك. وفي 11 تموز اجتمع القادة الآشوريين مع الممثلين من الحكومة العراقية بحضور المستشارين الإنجليز، وعرضت الحكومة العراقية أن يتخلى الآشوريين عن جميع الأسلحة التي يملكونها ويتم إسكانهم في أماكن بعيدة عن وطنهم لتفريقهم، ومن لا يقبل بذلك عليه مغادرة العراق. انقسم الآشوريين النازحون بين موافق ورافض للاتفاق. فقد قبل قسم منهم تسليم السلاح والسكن في مناطق التي عرضتها الحكومة، أما القسم الرافض فقد فضل مغادرة العراق متوجهين إلى سوريا. لكن عند وصولهم إلى الحدود السورية قدمت السلطات العراقية طلبا إلى الفرنسيين في سوريا بتجريدهم من سلاحهم وإعادتهم إلى العراق، وقام الإنجليز بالضغط على الفرنسيين للقيام بذلك. وعلى الرغم من طلب الآشوريين بعدم تسليمهم للعراقيين لمعرفتهم بما سيحصل لهم، لكن رفض الفرنسيون دخولهم إلى سوريا. وبعد أن قطعوا نهر دجلة عائدين إلى العراق كانت القوات العراقية بانتظارهم حيث فتحت النار عليهم. وبعد مقاومة شرسة تراجعت القوات العراقية بعد أن قتل المئات من الطرفين، وتوجهت إلى القرى الآشورية التي سبق وأن سلمت سلاحها ووافقت على شروط الحكومة العراقية، وشنت القوات العراقية فيها مجازر مشينة بحق المدنيين الأبرياء. فبدأوا في 5 آب 1933 باستهداف جميع المدنيين الآشوريين العزل من دون تمييز، وامتدت عمليات القتل والاعتداءات في عشرات القرى الآشورية في منطقة دهوك والعمادية وزاخو وضواحي الموصل.
ثم قامت القوات العراقية بنقل مئات المدنيين العزل إلى قرية سيميل الكبيرة قرب مدينة دهوك، ووعدوهم بحمايتهم تحت ظل العلم العراقي. وفي العاشر من آب دخلت عشرات الشاحنات مليئة بجنود العراقيين الذين قاموا بإنزال العلم العراقي من فوق مركز الشرطة في سيميل، وبدأوا بقتل الرجال بأسلوب الأعدام الميداني، ثم اعتدوا على الأطفال والنساء الذين تعرض العديد منهن إلى الاغتصاب. ويقدر عدد الضحايا بحوالي 6000 ضحية دفنوا في مقابر جماعية كانت الأولى في تاريخ العراق الحديث، ودمرت 95 قرية آشورية. وعلى الرغم من نداءات البطريرك شمعون إلى الإنجليز وعصبة الأمم، لكنهم لم يحركوا ساكنا. وفي 18 آب 1933 عقد الإنجليز لجنة للتحقيق في هذه المجازر وبناء المخيمات للناجين وإخراجهم من العراق، وبمساعدة من عصبة الأمم تم نقل حوالي 10,000 آشوري إلى سوريا، حيث استقروا هناك في منطقة الخابور. بعد مجزرة سيميل أدرك الآشوريين استحالة إيجاد حل القضية الآشورية، لذلك تفاعلوا تدريجيا مع الحركات العربية والكردية المحلية لتحصيل حقوقهم الوطنية والثقافية أسوة ببقية المكونات. فالمجتمع الآشوري في العراق هو مجتمع متنوع طائفيا وجغرافيا، ففي منطقة نينوى شرق الموصل تنتشر قرى وبلدات الآشوريين الكاثوليك الكلدان والآشوريين السريان الأرثوذكس والكاثوليك، ومن أكبرها بلدات القوش وكرمليس وتلكيف وبغديدة وبرضلة وغيرها. وشهدت هذه البلدات توسعا واستقرارا وازدهارا نسبيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والقرن العشرين، بعد انتشار البعثات التبشيرية الغربية في الموصل التي عملت على حمايتهم، خاصة خلال الإبادة الجماعية الآشورية، حيث لم يتعرض آشوري الموصل لأي هجمات أو استهداف يذكر عكس آشوري ولاية وان وديار بكر ومنطقة أرمي في إيران. أما آشوري هكاري وأرمية النازحين فقد استقروا بشكل رئيسي في منطقتي أربيل ودهوك إلى جانب أبناء جلدتهم آشوريي تلك المناطق. فقد أسس ابن برطلة يوسف سلمان يوسف الحزب الشيوعي العراقي الذي عزز التحالف والأخوة بين الآشوريين والعرب والأكراد والقوميات الأخرى في العراق. ففي أحدى بيانات اللجنة المركزية لهذا الحزب المنشورة في مجلة القاعدة يذكر أنه لا توجد بين العمال الآشوريين والكادحين من القوميات الأخرى أي تناقض، وأنهم جميعا مضطهدون ولن يستطيعوا التخلص من مصاعب الحياة والاضطهاد والاستغلال دون التحالف والنضال. كما اهتم الحزب الديمقراطي الكردستاني بالآشوريين منذ تأسيسه في الأربعينيات، ففي وثائقه الحزبية المرسلة إلى السلطات العراقية تذكر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يضمن للآشوريين والقوميات الأخرى الحريات الدينية والثقافية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمسؤوليات المتساوية مع العرب والأكراد، كما سيضمن لهم في المستقبل التمثيل في المجالس الدستورية والأجهزة الأخرى وفق تعدادهم. وفي عام 1958 وصل إلى الحكم حكومة الجنرال قاسم الذي أطاح بالحكم الملكي، حيث قدمت هذه الحكومة المزيد من الحريات والمساواة، ولاقى الدستور المؤقت ترحيبا كبيرا بين الآشوريين والأكراد، مما جعلهم هدفا للمتمردون أثناء عصيان الموصل في آذار 1959 ضد حكومة عبد الكريم قاسم. في عام 1961 وقعت اضطرابات في شمال العراق، حيث أدى هجوم قبائل زيباري الكردية على قبيلة برزان الكردية أيضا، ومن ثم على القرى الآشورية في منطقة صبنة وبرواري، إلى تهجير 6,000 آشوري من أراضيهم. وفي العام نفسه ثار الأكراد في شمال العراق ضد الحكومة العراقية، حيث قصف الجيش العراقي 500 قرية كردية بينها العديد من القرى الآشورية المجاورة، وخلف 80,000 إنسان دون مأوى. ونكلت حكومة قاسم بالمنتفضين واتخذت من المدنيين كدروع، مما ولد الحقد بين الآشوريين ضد حكومته. لذلك اشترك الكثير من الآشوريين مع الأكراد في ثورتهم، حيث برز من بينهم المقاتلة مارغريت جيورجيس التي كانت تقود كتيبة ضمن قوات مصطفى البرزاني. وبسبب ذلك دمرت القوات العراقية 150 قرية آشورية كانت تقع في منطقة المعارك، منها قرية صورية التي ارتكبت فيها القوات العراقية مجزرة بشعة بحق سكانها المدنيين الأبرياء في عام 1969، حيث قتل 38 شخصا من سكانها وجرح 22. أجبرت هذه العمليات 30,000 آشوري على ترك منازلهم والاستقرار في بغداد وغيرها من المدن العراقية.
في عام 1968 وصل حزب البعث إلى السلطة، حيث وضع الطرفان نهاية لحرب دموية. ففي عام 1970 أذيع بيان من الرئيس أحمد حسن البكر عن توقيع اتفاق الحل السلمي للقضية الكردية. وفي نفس العام أعادت الحكومة الجنسية العراقية للبطريرك مار إيشاي شمعون الذي طرد من العراق من قبل السلطات الملكية. وفي 16 نيسان 1972 اتخذت الحكومة العراقية قرارا تاريخيا بمنح الآشوريين في العراق حقوقا ثقافية، حيث ألزمت وزارة الأعلام بإصدار صحيفة باللغة السريانية اللغة الليتروجية للآشوريين، وكذلك تأسيس اتحاد للكتاب السريان وقسما آشوريا في اتحاد كتاب العراق، أيضا تقديم المساعدات المادية والمعنوية للكتاب والشعراء والمترجمين والفنانين والمجموعات المسرحية الآشورية، وتقديم برنامج خاص بالآشورية في إذاعة وتلفزيون العراق، وجعل اللغة الآشورية اللغة الأساسية في المدارس الابتدائية ذات الغالبية الآشورية، وجعل العربية لغة ثانوية فيها، وافتتاح قسم للغة والأدب السرياني في كلية الآداب في جامعة بغداد، بالإضافة إلى تأسيس أكاديمية للغة السريانية في العراق. وكان الآشوريين مخرطين بشكل كبير في المجتمع العراقي، حيث أسسوا الأندية الرياضية ومنها النادي الآثوري الرياضي، وأيضا برزوا في المجالات العلمية والأكاديمية والثقافية والاقتصادية وغيرها. لكن اشتعلت الحرب مجددا بين الأكراد والحكومة العراقية عام 1974، حيث تخاذلت الحكومة العراقية في تطبيق وعودها، وأيضا قام شاه إيران بدعم الأكراد الانفصاليين. وفي عام 1979 تأسس أول حزب سياسي آشوري في العراق، وهي الحركة الديمقراطية الآشورية، التي طرحت شعار عراق ديمقراطي حر، وطالبت بحقوق الآشوريين والاعتراف بالوجود القومي الآشوري في العراق. وشاركت هذه الحركة الأكراد في ثورتهم على حكومة البعث العراقية والرئيس السابق صدام حسين، مما عرض أتباعها وقادتها إلى الملاحقات والعدامات، ومن أبرزهم القادة المؤسسين يوسف توما ويوبرت بنيامين ويوخنا إيشو، حيث تم إعدامهم في سجن أبو غريب في بغداد في 3 شباط عام 1985. وخلال الحرب الإيرانية العراقية بين أعوام 1980 إلى 1988 تعرض شمال العراق إلى التدمير الكامل واستخدام أسلحة محرمة دوليا، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وأدت إلى هجرة غالبية الآشوريين من أراضيهم بشكل دائم. وأيضا استشهد الآلاف من الآشوريين المجندين في الجيش العراقي الذين حاربوا الجيش الإيراني الذي كان يضم أيضا الكثير من آشوري إيران، والذين استشهد الكثير منهم بدورهم في تلك الحرب. لكن أخطر ما تعرض له الآشوريين في العراق في القرن 21 هو سقوط نظام البعث على يد الاحتلال الأمريكي عام 2003، الذي تبعه الفوضى الأمنية وعدم الاستقرار وهجمات وتفجيرات إرهابية استهدفت أحياء وكنائس الآشوريين، وانتشار الميليشيات الطائفية الخارجة عن سلطة الدولة، وأيضا قتل العديد من الآشوريين بشكل عشوائي في بغداد والموصل، إضافة إلى عمليات الخطف بدافع طلب الفدية وغيرها من الاضطهادات التي دفعت الغالبية العظمى من الآشوريين إلى الهجرة إلى خارج العراق، خاصة سكان مدن بغداد والبصرة وبقية المحافظات العراقية الجنوبية. والحرب الأهلية الدموية التي بدأها تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 ضد جميع مكونات العراق كانت كارثة أخرى لم يستطع الآشوريين التعافي منها، حيث هاجم هذا التنظيم آشوريي الموصل وبلدات نينوى الآشورية التي كانت تعج بالحياة، مما أدى إلى موجة هجرة كبيرة إلى خارج العراق، ولم يعد إلى هذه البلدات بعد انتهاء العمليات العسكرية عام 2017 إلا أقلية صغيرة. وفي شمال العراق حيث يدير الأكراد أقليم مستقل يعيش الآشوريين فيه باستقرار وأمان كبير مقارنة ببقية مناطق العراق، لكن ضعف الاقتصاد والتجاوزات المستمرة على القرى الآشورية من قبل القبائل الكردية الكبيرة التي تستولي على أراضي وأملاك الآشوريين بشكل غير قانوني وسط تجاهل سلطات الأقليم في أغلب الحالات أدت إلى تقليص أعداد الآشوريين فيه بشكل كبير. فقبل فترة التسعينات كانت أعداد الآشوريين في العراق يقدر بمليون ونصف المليون، أما في وقتنا الحالي فربما لا يتجاوز 100,000. شكرا لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تاريخ بلاد آشور لمتابعة كل جديد.